بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، أهلا بكم أبنائي الطلاب، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في مدارس دار الثقافة الأهلية. تكلمنا بالحصة الماضية عن درس بعنوان العلم وعملياته، واليوم بإذن الله نكمل الدرس الثاني وهو فروع العلوم. تعلمنا في الحصة الماضية عن التعلم عن العالم، عرفنا العلوم وما هو العلوم، وكمان تكلمنا عن النظريات العلمية والقوانين العلمية. العلوم طريقة لتعلم المزيد حول العالم الطبيعي، كمان قلت النظرية العلمية وهي محاولة لتفسير سلوك أو نمط معين بيتم ملاحظته مرارا في العالم الطبيعي. أما القانون العلمي وده بسميه القاعدة التي تصف نمطا معينا أو سلوكا معينا في الطبيعة. واليوم بإذن الله هناخذ الدرس الثاني وهو فروع العلوم، فكونوا معنا. فروع العلوم، هنقسم العلوم إلى ثلاث فروع. أول علم عندي بسميه علم الأحياء، والعلم الثاني بسميه علم الأرض. أما العلم الثالث بسميه العلوم الطبيعية، وده بينقسم إلى قسمين، علم الفيزياء وعلم الكيمياء، وكل منهما يتكون من أنظمة مختلفة. مجموعة من الصور هنحاول نتعرف عليها قبل إيه ما ندخل في فروع العلوم المختلفة. زي ما انتوا شايفين كده، أول علم أول فرع من فروع العلوم بسميه علم الأحياء، ويهتم علم الأحياء بدراسة المخلوقات الحية وطرائق ارتباطها معا. ومن خلال الإجابة على أسئلة منها: كيف تمنع اللاقحات الإصابة بالأمراض؟ وأين تعيش المخلوقات؟ وكيف ترتبط بعضهما ببعض؟ هو علم بيهتم بدراسة أدق الكائنات الحية، علم الأحياء. الفرع الثاني من فروع العلوم وهو علم الأرض والفضاء، فينبغي بدراسة أنظمة الأرض والفضاء، وتضمن دراسة الأشياء غير الحية. علم الأرض والفضاء، أول ما أقول علم الأرض والفضاء يجي ببالي الصخور والتربة والغيوم والأنهار والطقس والمناخ والنجوم، أحسنت، والكواكب وتضاريس الكواكب واحتمال وجود الماء فيها. كما يدرس علماء الأرض تضاريس الأرض، كما أنهم يعملون خرائط لها ويدرسون كيفية حدوث الزلازل والبراكين والمتغيرات المرتبطة معها. يبقى أنا عندي علم الأرض، وده علم الأرض والفضاء اللي بيهتم بدراسة الصخور والتربة والغيوم والأنهار، وكمان بيهتم بدراسة الطقس والمناخ والنجوم والكواكب. أما الفرع الثالث وهو العلوم الطبيعية، فهي العلوم اللي بتهتم بدراسة المادة والطاقة. والمادة أولاد هي أي شيء يشغل حيزا وله كتلة. أما الطاقة فهي القدرة على إحداث تغيير في المادة. كمان زي ما ذكرت سابق إن هقسم العلوم إلى فرعين رئيسيين، وهما علم الكيمياء وعلم الفيزياء.
فعلمي يهتم بدراسة المادة وتفاعلاتها، بسميها علم الكيمياء. أما الفيزياء فده علم بيهتم بدراسة الطاقة وقدرتها على تغير المادة، يبقى علم العلوم الطبيعية، وده علم بيهتم بدراسة المادة والطاقة. المادة هي أي شيء بيشغل حيزا وله كتلة، أما الطاقة فهي القدرة على إحداث تغير في المادة. كمان هقسم العلوم الطبيعية إلى فرعين رئيسيين هما الكيمياء والفيزياء. فالكيمياء أولاد علم بيهتم بدراسة المادة وتفاعلاتها، أما الفيزياء فده علم بيهتم بدراسة الطاقة وقدرتها على تغير المادة. نتذكر سريعا فروع العلم. أول علم عندي بسميه علم الأحياء، أحسن. العلم الثاني بسميه علم الأرض والفضاء. أما العلم الثالث بسميه العلوم الطبيعية. فعلم الحياة اللي هو علم الأحياء، وده علم بيهتم بدراسة المخلوقات الحية وعلاقتهما ببعض. أما علم الأرض فده علم بيهتم بدراسة الأشياء غير الحية مثل الصخور والتربة والمناخ والفضاء. أما العلوم الطبيعية فده بيهتم بدراسة المادة والطاقة. وقسمنا العلوم الطبيعية إلى قسمين وهما علم الفيزياء وعلم الكيمياء. وعلم الفيزياء وده علم بيهتم بدراسة الطاقة وقدرتها على تغير الأشياء. أما علم الكيمياء فيهتم بدراسة المادة وتفاعلاتها. ماذا يدرس علماء الأرض؟ ماذا يدرس علماء الأرض؟ أحسنت، بيهتم بدراسة الأشياء غير الحية مثل الصخور والتربة والمناخ والفضاء والأنهار والطقس والنجوم والكواكب وتضاريس الكواكب. أحسنت، يبقى تعلمنا اليوم ان احنا قسمنا فروع العلوم، وقسمنا فروع العلوم وقلنا علم اول علم بيهتم بدراسة المخلوقات الحية وسميته علم الأحياء، والعلم الثاني بسميه علم الأرض والفضاء وده بيهتم بدراسة أنظمة الأرض والفضاء. أما العلم الثالث فهو بسميه علم العلوم الطبيعية وده بيهتم بدراسة المادة والطاقة. وقلت المادة دي يا أولاد أي شيء بيشغل حيزا وبيكون له إيه وله كتلة، فأما الطاقة فهي القدرة على إحداث تغير في المادة. أحسنت، طيب قسمت كمان العلوم الطبيعية إلى فرعين رئيسيين، من يذكرهما؟ أحسنت، قسمتم إلى أول فرع عندي بسميه الكيمياء والفرع الثاني بسميه الفيزياء. طيب الكيمياء قلت ده علم بيهتم بدراسة المادة وتفاعلاتها. أما علم الفيزياء وده علم بيهتم بدراسة الطاقة وقدرتها على تغير المادة. يبقى احنا النهاردة تعلمنا فروع العلوم وتكلمنا سابق عن تعريف العلوم والنظريات العلمية والقوانين العلمية. الواجب ما هي فروع العلوم؟ ولا هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا اليوم. أشكركم على حسن الاستماع، أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.